امام لاعب نانت الفرنسي في سابع مباراه تبع للمحور المنتخب الوطني بعد التشطيطيه متابعه من الحارس لازال الخطوه موجود في مباراة اليوم. نشوف الاحتفال على الطريقة الحذرافية كيف نسل على مستوى الجهة اليمنى. نشوف تبادل كروي جيد وشوف لمسته من حارت قلنا لاعب بمواصفات خاصة واللي كان سدده في البداية متابعة من جانب ايردور لكن هناك المتابعة كذلك من طرف اللاعب ايوب الكعبي اللي تمكن من تسجيل اول هدف له بقميص المنتخب الاول بعد ما كان تعلق مع المنتخب المحلي وتوج باللقب. لكن شوف لمسته من حارت شوف لاعب شالكا الالماني كيفاش سدد بهذه الطريقة متابعة من ايردور رسينوف في الجهة اليمنى. كانت كذلك متابعة من ياسين نبامو الجناح الايمن في هذه المقابلة يستغل فرصة